من قناة الجديد مساء الخير في عناوين هذه النشرة. رداً على الغارات، غزة تعادل نار عدوها بصواريخ البنيان المرصوص. المبايعة للقوة المشتركة في عين الحلوة وتعيين خليفة ارتباط مع الدولة. البغدادي يعد سجن رومي بفك الأسر. نقول والله لقد أسأتم الصنعة مع إخوانكم في أهل في سجن رومي. مقاهي طرابلس ومنهم من صام تحسباً. احنا ملتزمين بقرار البلدية، يعني حتى اغلب من اكثر من قرار دار الفتوى. داعش تعرض ذخيرتها وتصدر مجلتها. الحشيش قتال مقابل التلف. الدفاع عن لقمة عيشنا يصور في دم، ما عندناش مشكلة. وفي النشرة، قمة البرازيل ألمانيا حرب عالمية اندلعت. تفاصيل هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل. أهلا بكم. لغزة صواريخ تحميها وبنيانها بات مرصوصا. لم تعد تلك المقاطعة المحاصرة تعير جهالة العرب الاهتمام، لا يشفيها مؤتمر على مستوى وزراء الخارجية، ولا يرد عنها الضيم وفود ومساعدات وبيانات استنكار. فإسرائيل لم تكن تقيم وزنا للعرب كي تخافهم اليوم، وما يجعلها تفكر ألف مرة هو الرد العسكري على غاراتها واستخدام أسلوبها في النار. فالخوف بالخوف والغارة بالصاروخ ما دامت تل أبيب لا تفهم إلا لغتها. ولن يكون للغزيين خيار آخر، لأن العرب أصبحوا في مكان آخر، ولا يتذكر أحد منهم واقع فلسطين المر بعدما خطفتهم ثورات الحمر ينشرون فيها ديانة وإمارة وخليفة. فلسطين ليست البوصلة للجهاد، وربما كان سجن رومي أقرب. وحياله أعلن أبو بكر البغدادي أنه سيحرر السجناء الإسلاميين من رومي وغيرها من سجون العرب. لكن البغدادي مش عارف حاله مع مين عم بيحكي، فهو الذي لم يتمكن من لفظ اسم رومي على الوجه الصحيح ليس لديه أي اطلاع بعد عن هذا المشنوق وما يعده وزير الداخلية من خطوط للسجون، ومن أن هذا الوزير وإن كان ابن المستقبل غير أنه لا يقيم خططه عند ريف المستقبل، ومعالجاته تنم عن إرادة وزير يسعى لأن يكون رجل دولة بخلاف زميل له من التيار نفسه دخل الدولة ويعمل بعقلية رجل فتوة الحارة. أمن المشنوق تناغم وأمنيات مختلفة الانتماءات، وبينها اليوم ضبط عين الحلوي التي عين لها مسؤول ارتباط. وأهمية ما حصل في عين الحلوي اليوم هو إشراك قوى فلسطينية إسلامية متشددة في الحل كجند الشام وعصبة الأنصار وغيرها من التنظيمات التي كانت عاصية على التنسيق. بالتزامن، ألقى الفوج المجوقل في الجيش اللبناني القبض على شخصين من آل نصيف وسوبرا، ضبطها في أثناء تصويرهما ثكنة الجيش في غسطة، وتبين بعد التحقيق أنهما مطلوبان بمذكرات توقيف لمشاركتهما في أعمال ضد الجيش مع الفار أحمد الأسير. غزة تقاوم حرب تموز 2014 وترد على عملية الجرف الصامد الإسرائيلية بالبنيان المرصوص. عود على فلسطين، غزة مجددا تحت العدوان. إسرائيل بدأت ما سمته عملية الجرف الصامد، عدوان جوي أسفر حتى الساعة عن استشهاد ما لا يقل عن 5 فلسطينيين.
مقاومة غزة ما زالت حية ترزق، وردت على الهجوم الإسرائيلي بعملية البنيان المرصوص، فأمطرت مستعمرات جنوبي الأراضي المحتلة بالصواريخ. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن الغارات استهدفت نحو 50 موقعاً في القطاع، وقد عمد العدو إلى الاتصال ببيوت بعض الفلسطينيين وأمرهم بإخلاء منازلهم قبل أن يدمرها تدميراً كاملاً. وفيما حذر وزير الحرب الإسرائيلي موشي يعلون من أن العملية العسكرية التي بدأها الجيش على غزة ستستمر بضعة أيام إذا لم تلتزم حماس الهدوء وتوقف إطلاق الصواريخ، سمحت الحكومة الإسرائيلية باستدعاء 40,000 جندي احتياط، وأوعزت إلى جيش الاحتلال توسيع رقعة العمليات العسكرية في غزة. لا مجال لحل وسط بين الحياة والموت، ولا مجال لحل وسط بين السلام والحرب. لا يمكننا المساومة بالموت، ولا يمكننا المساومة بالصواريخ، ولا يمكننا المساومة بنوع كهذا من التصرف. في المقابل أكدت كتائب القسام أن قصف الاحتلال البيوت الآمنة خط أحمر، محذرة من أنه إذا لم تتوقف هذه السياسة فسترد عليها بتوسيع دائرة استهدافها المواقع الإسرائيلية بما لا يتوقعه الاحتلال. نحن نحذر الاحتلال من المضي في جرائمه بحق شعبنا، ونؤكد على جاهزية المقاومة في مواجهة هذا العدوان. وفي وقت رفع العدو من سقف أهدافه معلناً استمرار عدوانه حتى تدمير قوة حماس الصاروخية، كان أطفاله يلتحفون الملاجئ، فيما أبناء غزة يقاومون من تحت الركام. أبو بكر البغدادي يهدد في تسجيل صوتي باستهداف سجن رومي من بين سجون عربية أخرى. نشر مركز عائشة للإعلام على موقع يوتيوب فيديو يتضمن رسالة منسوبة لما يسمى بزعيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، يتحدث فيها عن مرحلة جديدة تهدف إلى فك أسر الموقوفين الإسلاميين في كل مكان، متعهدا بتصفية من أسماهم جزاريهم من القضاء والأمنيين والحراس. وظهر في الفيديو اسم سجن رومي من ضمن سجون عربية أخرى تضم أسر تابعين للدولة الإسلامية. واصلوا زحفكم وأعيدوا رسم الخارطة، فإنكم اليوم بتم أمل المستضعفين في كل مكان، وإن الأسارى ينتظرونكم في بغداد ورومية وحلب والحائر وأبي زعبل، وإن لكم موعدا في بغداد ودمشق والقدس ومكة والمدينة، إن لكم موعدا في دابق والغوطة وروما إن شاء الله. ولتعلم الدنيا كل الدنيا أن زمان الذل والخنوع ولا لغير رجعة، وأن سيادة العالم لن تكون إلا للمسلمين وبحد السيف. ويظهر الفيديو لقطات يقول إنها لأسرى إسلاميين في المبنى باء في سجن رومي، قبل أن يعرض حديث مصور للمدعو أبو عمر سليم طه من داخل سجن رومي، هو والسوري الفلسطيني محمد زواوي الذي صدر في حقه قبل حوالي شهر حكم بالإعدام في ملف البارد. إذا أحسننا الخطاب وألمناه مع أهل هذه البلدة والظالم أهلها إلا من رحم ربي، نقول والله لقد أسأتم الصنع مع إخوانكم في أهل في سجن روميا من سجناء الإسلاميين في الطابق الثالث في مبنى باء، والله لو عرفتم لهم قدرهم حق المعرفة لحملتموهم على الأكتاف والعواتق. وكانت الأجهزة الأمنية اتخذت إجراءات أمنية مشددة في رومي على خلفية معلومات وصلت إلى الأجهزة المعنية تفيد بتحضير مجموعات إرهابية لعمل أمني كبير من قبيل الهجوم على مباني السجن بسيارات مفخخة وتهريب السجناء الإسلاميين منه. خطة أمنية في مخيم عين الحلوي وتأليف قوة أمنية مشتركة لحفظ الأمن فيه. البنيان المرصوص في مخيم عين الحلوي يكاد يحترق من نار المنطقة، والماضي المعلق على الجدران والأعمدة شحب لونه في مقابل حرارة التطورات في السنوات الأخيرة. للسلاح وحده لون في المخيم، حيث يأمل أبناؤه أن يكون قد وجد جمع السلاح الكثير عندهم معركة من خلال توحد الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية المختلفة في قوة أمنية مشتركة مؤلفة من 150 عنصرا بقيادة العميد خالد الشايب. مهمتنا حفظ أمن المخيم كافة بجميع أزقته وجميع شوارعه، وعدم الاعتداء أو الإساءة للجوار اللبناني
من داخل المخيم هذه المهمة الأساسية. لم ولن يكن لأي فلسطيني في الشتات أي مشروع خارج فلسطين، ومشروعنا الوحيد هو العودة وتحرير فلسطين والعودة إلى الأقصى الشريف إن شاء الله. هناك من يريد توريط العامل الفلسطيني في الداخل اللبناني، ونحن كقوة فلسطينية نجحنا خلال 4 سنين الأحداث بسوريا تحييد المخيمات وعدم تدخل الفلسطيني بالشؤون اللبنانية، وبقينا عامل إيجابي. لذلك الآن القوة الأمنية حتترجم هذا القرار وهذا التوجه الفلسطيني المشترك من كافة القوى الوطنية والإسلامية. الأنظار اتجهت إلى جند الشام التي غابت عن القوة وعن احتفال إطلاق الخطة الأمنية في المخيم، ليأتي التطمين من عصبة الأنصار. وهذه القوى الأمنية أيضا من باب تطمين كل مكونات الشعب الفلسطيني، هي ليست موجهة ضد أحد أبدا، هذه مهمتها حفظ الأمن، هذه مهمتها نصرة المظلوم. كل مظلوم بالمخيم ستأخذ له حقه من ظالمه، هذه هي مهمة القوى الأمنية. في حديث اليوم عن تحديدا جند الشام والتنسيق اللي عم بيصير معه، هل في تنسيق؟ جند الشام جزء من مكونات القوى الأمنية في هذا المخيم. تلبنت المخيمات كفاية ليستقر القول على أن الأمن سياسي في عين الحلوة، وليس بكثرة البندقيات بل ببسمة مشتركة أمام عدسات الكاميرا. والمخيمات لن تكون رسائل وصناديق ترسل من خلالها الرسائل لهذا الطرف أو ذاك. هل تنهي القوى الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة توجيه السلاح الفلسطيني إلى الداخل لتعود فلسطين القبلة والثورة العربية الأولى؟ جاد غصن، قناة الجديد. ما أحوال مقاهي طرابلس في شهر رمضان بعد إلقاء قنابل على بعضها في التبانة؟ التفاصيل في تقرير من طرابلس للزميلة رشا الكرم. في اليوم 10 من شهر رمضان وبعد قرار البلدية غير الملزم بناء على تمني دائرة الأوقاف الإسلامية الذي دعت فيه البلدية إلى احترام حرمة الشهر الكريم وخصوصية المسلمين الصائمين في عدم المجاهرة بالإفطار وضرورة التحلي بما يليق من الخلق الكريم، كان لابد من جولة على مقاهي المدينة ومطاعمها لاستطلاع الأوضاع. مسيحي وموروني وساكن بالبلد وبساط عالي وأنا فاطر ولحدا وصلنا عمرها ما حدا قالنا شيء ولا حدا تدخل معنا لا من قريب ولا من بعيد، وكل ما يشاع عن طرابلس مضخم ومنه دقيق ابدا ابدا ابدا. عادي يعني عم تشرب تاكل على الطريق ما حدا بيجي بيقول لك جدا عم تقدر تاكل عم تقدر تشرب عادي ولا عم يصير؟ ما حدا له شغل معه ما حدا عم يطلع فيه عم تاكل عادي ما حدا بيقول لك شيء؟ ما حدا تشرب تاكل كل شيء طبيعي طبيعي. يعني انت على الصندوق العالم بعد عم تجي تتغدى تاكل عادي ولا لا؟ بتحس في عالم خايفين ولا ما؟ اه طبعا خايفين شوي عودي يعني خايفين؟ طبعا في شوي بس انه في عالم بعد عم تجي عودي بيجي عودي. اليوم قديه تقريبا صرت قايمه؟ كم زبون صار في اليوم؟ في منيح شي 100 اليوم؟ ايه في شغل. واليوم كم زبون صار عندك تقريبا؟ يعني شي 70 زبون. هلا وقت الغداء عادي تنقيرات نشتغل. يعني هلا الساعة 3:15 ولاحظنا بانه جميع الشارع ضم والفرز هو كل هيدا الكراسي فاضية بوقت نحن بوقت الغداء. خلينا نشوف الأسباب، خلينا نشوف ليه مع صاحب المطعم. أي ساعة بتفتح شرعا؟ شرعا يعني في بحق لي يمكن قبل الفطور بساعة. الساعة 6. الساعة 6. هو الفطور تقريبا 7:30 8. كم دليفري عم تقدر تاخذ بنهار؟ باخد دليفري. مش الاسلام انه والله انا بالقوه بدي خلي حدا يسكر او بالقوه ما بدي خلي حدا يفطر. هيدي القنابل هي جزء من حمله على هالمدينه مثل ما كان بالسابق. القنابل ما بلشت بس بشهر رمضان، من قبل، والحمد لله تلقوا بفضل جهود الامنيين ونعرف منين نعرف شو غايته، وكل هدف كان هو الحقيقه انه الناس تراعي بعضها اكثر بظروف نحن عم نعيشها الاقليميه. ما بدنا اي عامل استفزاز. نحن ملتزمين بقرار البلديه، يعني حتى اغلب من اكثر من قرار دار الفتوى. ما في مطبخ، المطبخ عم يحضر لوقت الفطور. عم تخسروا؟ لا لا لا، عم ترجع تعوض هي ذاتها. آخر النهار الغلة عم تعوض هي ذاتها وقت الفطور. بعد الفطور بعد الفطور نفس الشيء هي ذاتها. طيب إذا في حدا مش صايم أو إذا في حدا مسيحي، إذا في حدا مش من طرابلس جاي بيتغدى، شو بتقول له؟ إذا مضطر نستقبله.
إذا مضطر نستقبله، بيمروا معنا بعض حالات بنهار خارج البلد أي مستقبلة، بس حالة من قلب البلد إنه والله جاي ما مستقبلة. إذن هي طرابلس التي تحب الحياة وترفض الموت، شاء من شاء وأبى من أبى، على الرغم من أنوف القلة القليلة التي في زمن الجولات العسكرية كما في زمن السلم تحاول اللعبة على خط التفرقة، ولكن تبقى الصورة العامة حتى الساعة على الأقل تعكس إرادة الحياة معا قبل شهر الصيام وبعده. من طرابلس، رشا الكرم، قناة الجديد. رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن داعش ماركة أمريكية نفطية بالتبني والرعاية، ومهمتها تجزئة المنطقة وإغراقها في الفتن والحروب والفوضى. وأضاف قاسم خلال استقباله النائب السابق مصطفى الحسين أن هناك إنجازات أمنية مهمة تحققت في توجيه ضربات موجعة للإرهاب التكفيري بسبب نشاط الجيش والأجهزة الأمنية وتعاونها والمناخ السياسي الموحد الذي شعر بالخطر على الجميع من الموجة الداعشية. ومع ذلك فإن البعض مرتبكون في مواقفهم وهم يحاولون تمرير تصريحات تحريضية لتوجيه البوصلة نحو إيذاء المقاومة، حيث لا يريدون حصول خير تستفيد منه، وفي الوقت نفسه يدركون أن دورهم سيحين باستهداف داعش لهم. عناصر تنظيم داعش تفاخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعدادها العبوات الناسفة. وأعد لهم ما استطعتم من قوة، إخوانكم في ورشة التفخيخ حريصون كل الحرص على إتقان عملهم ليثخنوا في أعدائهم. شعارهم قد جئناكم بالعبوات والمفخخات سائلين المولى أن يتقبل منهم. هذا ما يتبجح به عناصر تنظيم داعش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متفاخرين بقدرتهم على صناعة العبوات الناسفة وقتل الأبرياء. هذه الصور نشرت عبر الإنترنت بعنوان صور عن ورشة التفخيخ، وذيلت بتوقيع ولاية حمص، وفيها يظهر عناصر داعش وهم يعدون المتفجرات من آلفها إلى يائها، فيخلطون المواد المتفجرة ويعبئونها ويصلون الصواعق ويجهزون العبوة للتفجير. وينشط الداعشيون كما يقولون ليلا ونهارا ملبين النداء محتسبين الأجر من الله، ولا يعنيهم أن ما يقومون به هو قتل أنفس بشرية حرم الله قتلها. تنظيم داعش يطلق صحيفة إلكترونية تحت مسمى ضابق، ويستعد لإطلاق أخرى تحت مسمى خلافة اثنان، وهما باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بعد إصدار جواز سفر صالح لعبور ما أطلق عليه الدولة البغدادية. هي المبايعات الجماعية لما يسمى خليفة المسلمين في ولاية حلب. في المسجد تجمع العشرات من الأشخاص يرددون بوعي أو من دون وعي كلمات يتلوها على مسامعهم ما يظهر أنه شيخ. المشهد نفسه يتكرر أيضا في مناطق عدة في سوريا. قررنا إعلان البيعة للدولة الإسلامية وخليفة المسلمين أبو بكر البغدادي. وفي سابقة هي الأولى من نوعها أصدر تنظيم داعش صحيفة إلكترونية ناطقة باسمه باللغتين العربية والإنجليزية تحت مسمى دابق، ووزعت الصحيفة في الداخل السوري على المناطق التي تخضع لسيطرة التنظيم. وذكرت مصادر مقربة إلى داعش أن الأخيرة بصدد إصدار صحيفة أخرى قريبا باللغتين العربية والإنجليزية تحت اسم خلافة اثنان، وتتناول أفكار دولة البغدادي. يشار إلى أن الدولة البغدادية المزعومة أصدرت جواز سفر صالح للسفر في أراضيها. نفى جعفر الشهال ابن الشيخ داعي الإسلام الشهال مبايعته الدولة الإسلامية، مؤكدا أن الصورة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليست سوى مزاح من أصدقائه. أن هيدي الصورة لألي عملوا علي أصحاب إلي وأخواني خلفية الدولة محبوا يمزحوا معي، فأنا نزلت على الفيسبوك من مسحة انه تيسيرون فيها وهيك يعني، فالناس استغلوا هذا الامر وبلشوا يحرفوا ويفسروا على كيفهم. فالاخبار البرانيه يقول انه جعفر شهال نفى موضوع البيعه.
أسماء العمليات الإسرائيلية تشبه أسماء المسلسلات، فكيف تختار؟ تقرير للزميلة دارين دعبوس. من الرصاص المصبوب إلى الشتاء الساخن والسور الواقي وعمود السحاب، مروراً بعناقيد الغضب وعودة الإخوة، وأخيراً الجرف الصامد، كلها أسماء أطلقتها الحكومات المتعاقبة للعدو الإسرائيلي على حملاتها العسكرية على المدن والمناطق الفلسطينية واللبنانية، أسماء تحمل أبعاداً ورموزاً دينية وسياسية صهيونية. فما سر هذه التسميات؟ يكشف عميد كلية الآداب في جامعة غزة المتخصص بالشؤون الإسرائيلية عدنان أبو عامر عن وجود دائرة في جيش العدو تسمى الدائرة المعنوية أو دائرة الحرب النفسية، مهمتها اختيار الاسم الذي سيطلق على أي عملية عسكرية، بحيث إن الأسماء التي تطلق على الحملات العسكرية على الفلسطينيين تحمل أهدافاً دينية وسياسية، وتستلهم الدائرة مسمياتها من نصوص في التوراة. فعلى سبيل المثال، فإن إطلاق اسم عودة الإخوة على عملية البحث عن المستوطنين المفقودين الثلاثة يحمل بعداً دينياً وسياسياً، بمعنى أن كل اسم هو تدوين لنقاشات الحاخامات، ويجري في كل عملية البحث في الكتب الدينية عن اسم يناسب هذه الحملة وإقناع جيش العدو الإسرائيلي بأنه يقوم بمهمات إلهية، وبالتالي تحفيزه على سفك الدماء بأمر إلهي. ويقول باحثون إن اختيار أسماء العمليات ليس بريئاً، بل يدرس بعناية فائقة، بمعنى أن لكل عملية تسمية خاصة بها تخدم الرؤية الراهنة، وأغلب التسميات تعتمد بالرجوع إلى نصوص توراتية لكون العامل الديني مهماً جداً في اختراع أسطورة للجيش لمواصلة عملياته على الفلسطينيين. ويقول أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش العدو إن الاسم يختار بداية باللغة العبرية ثم يترجم إلى اللغتين العربية والإنجليزية قبل الإعلان عنه رسمياً، ولفت أدرعي إلى أن عملية الجرف الصامد أدخلت عليها بعض التعديلات باللغة الإنجليزية لتحميلها معنى دفاعيا، أي protective edge، التي تعني الحافة الواقية. أهلا بكم من جديد. زحمة السير تزداد ضراوة، والمؤشرات تقول لا حل على المدى المنظور، والأمور باتجاه الأسوأ. أزمة السير باتت من العادات والفلكلور اللبناني المتجذر بالتراث، وكان ينقصها المخاوف الأمنية والإجراءات المتخذة لا سيما في العاصمة بيروت لتزيدها سوءا، وتزيد من ساعات حرق الأعصاب على الطرقات. قوى الأمن الداخلي تعمل بطاقاتها القصوى لتسيير شؤون الناس قدر المستطاع، إلا أن هيئة إدارة السير تشير إلى أن المشكلة هي أن ما نسبته 80% من المواطنين يخالفون القانون. فنحن إذا بنحكي بشكل علمي وممنهج، ما فينا نقول أنه سبب أزمة السير هي الإجراءات الأمنية، سبب أزمة السير هي المخالفات المتكررة للمواطنين، غياب البنى التحتية من قطاع النقل العام، لمواقف عمومية، لوقوف السيارات، إضافة لتركز جميع الإدارات الرسمية بنطاق جغرافي محدود وهو مدينة بيروت الإدارية. في كتير أمور نحن بحاجة لخطة نقل لحتى نقدر نضوي على هاي المشاكل، وهي خطة النقل ما بتحطها قوى الأمن الداخلي، هاي خطة النقل بتكون جزء منها قوى الأمن الداخلي. مطران الذي تسلم أخيرا في بريطانيا جائزة لتكريم قادة السلامة المرورية يرى أنه في ظل تضارب الصلاحيات وغياب الخطط فإن المشكلة إلى مزيد من التفاقم. أزمة المرور مشكلة عم يقع اقتصاد البلد أنا برأيي تحت عبئة بشكل كتير كبير على المستوى السياحي الاقتصادي، حتى على مستوى الاستيراد والتصدير، مداخل المرفأ عم بيصير في عليها زحمات مش مقبولة، إضافة لأمور تانية النقل اللي بيدخل بحياتنا اليومية على كل المستويات. أكيد الوضع طارئ بين هلالين بموضوع النقل، ومنه لتحسن إذا عم نحكي بشكل علمي، منه لتحسن، لأن المركبات كمان عم بتزيد والعوامل التانية ما عم بتكون بشكل تحسن، عم بتكون بالعكس يا استابل يا بشكل تراجعي. واللافت أننا نجد مثلا أنه في أثناء إعادة إعمار وسط بيروت لم يلحظ وضع خطط لتطوير البنى التحتية المرورية. إضافة إلى ذلك هناك غياب لقانون سير حديث، وتضارب صلاحيات المؤسسات الرسمية من وزارات ومجالس، وتحميل وزارات محددة أعمالا وأعباء أكبر من طاقاتها، إذ يشير أصحاب الاختصاص إلى ضرورة فصل وزارة النقل عن الأشغال وتوزيع مهمات وزارة الداخلية التي تتحمل العبء الأكبر. باسل العريدي، قناة الجديد.
مزارعو الحشيشة يتهيئون عسكريا ويهددون من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدوه بقتال كل من يهدد لقمة عيشهم. تحقيق للزميلة يمنى فواز. العد الرأسي لحالة الحسم فيما يتعلق بإتلاف حقول الحشيشة قد بدأ، والمزارعون من مختلف العائلات البقاعية باتوا مسلحين وفي حالة تأهب، وبعد اجتماع عقدوه كان لهم موقف موحد، القتال مقابل الإتلاف. باسم مزارعي الحشيشة بالبقاع زعيتر شمس جعفر حمية وكل العائلات بالبقاع اللي بيعتمدوا الزراعة، بنطلب من كل المسؤولين اللبنانيين ومننشدهم لآخر مرة يطلعوا لوضع الناس بالبقاع. وضع الناس ما بقى فيها تحمل، الناس بالبقاع في جفاف والعالم ما بقى فيها تحمل، ومنناشد بالأخص وزير الداخلية يطلع لحالة الناس، وإذا ما بدهم يطلعوا لحالة الناس بالباع هن عم بيعلموا أولادهم وحاطينهم بأحلى جامعات وبدهم يعني يتعاطوا معنا بهاي الطريقة، ما رح نسمح لهم. ومنحذر أصحاب الجرارات الزراعية بالباع وبغير الباع يعني ما يفوتوا معنا ويكونوا سبب بتلف أرزقنا، وما رح نسمع لحدا يقدم عارزنا ورزق أولادنا. وبدأ تودي الأمور للدام، ما عناش مشكلة دفاع عن لقمة عيشنا يصور في دام، ما عناش مشكلة. يعني فينا نقول أنه المشهد اللي نحن عم نشوفه هون أن الشباب اليوم هيئة أو عم بتهيئ حاله؟ في أعداد قد الموجود 10 مرات مهيئة للقتال، لأنه الوضع ما بقى يحمل بالباع. شو بدك تقول؟ بدي أقول يبعدوا عنا، ما يقربوا علينا وما يحوجونا نعمل شغلات ما نفيها. بدي اقول انه ما يخلونا نوصل لهم، في عالم، في اولاد، في عيال بدها تعيش، ما ينشفت عنا بالبياره، شو بدنا نعمل؟ بطاطا يبست والقمح ما طلع شيء من الجفاف والابار نشفت، بناكل تراب، ما فينا ناكل تراب يا عم. احتماليه الاتلاف هذا العام تختلف عنها في السنوات السابقه، اذ ان هناك حمله واسعه مؤيده لقوننه زراعه الحشيشه في لبنان من الاوساط الاقتصاديه والاعلاميه والاكاديميه والشبابيه، وهي تحظى أيضا بدعم عدد من السياسيين، فضلا عن أن وزير الداخلية نهاد المشنوق كان قد وعد بمناقشة الموضوع، ما يسهم في أن يكون هذا العام عام مسامحة أيضا. هذا المشهد يلخص ما سيكون عليه يوم الخميس المقبل، يوم إتلاف الحشيشة الموعود، فإما إتلاف الحقول واشتباكات، وإما موقف شجاع من المسؤولين في الدولة. يمنى فواز، قناة الجديد. لاجئات سوريات يعانين الأمرين في مخيمات اللاجئين في لبنان والعراق والأردن. نساء بمفردهن يخوضن معركة البقاء على قيد الحياة في لبنان والعراق والأردن، هذا ما كشفه تقرير جديد صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعنوان نساء بمفردهن صراع اللاجئات السوريات من أجل البقاء. ولفت التقرير إلى وجود أكثر من 111 ألف عائلة سورية لاجئة في هذه البلدان، وأن عائلة من بين 4 ترأسها نساء يخوضن بمفردهن الصراع اليومي من أجل تدبر الأمور المعيشية، فيما تناضل النساء عموما للحفاظ على كرامتهن والاهتمام بعائلتهن في منازل متداعية ومكتظة وملاجئ مؤقتة وخيام غير آمنة. ويعيش كثيرات منهن تحت خطر العنف أو الاستغلال، ويواجه أطفالهن صدمات نفسية ومآس متزايدة. ويستند التقرير إلى شهادة 300 امرأة من هؤلاء النساء أدلين بها على مدى 3 أشهر من المقابلات في مطلع عام 2014. أحياناً أضطر أخصم شغلات كثيرة عن التغذية وأجيب لهم دواء كثير، يعني مو بس شوي. ويشكل نقص المال الصعوبة الأولى التي أبلغت عنها اللاجئات، وهنالك كثير من النساء بعن حتى خاتم الزواج لدفع إيجار سكنهن، وتشغل 1 من 5 نساء فقط عاملا مدفوع الأجر، وتجد كثيرات منهن صعوبة في الحصول على وظيفة، وتتلقى 1 من 5 نساء دعما من أقرباء راشدين آخرين، ويستفيد بعضهن من كرم المجتمع المحلي. وقد دعت المفوضية المتبرعين والحكومات المضيفة ومنظمات الإغاثة إلى اتخاذ إجراءات جديدة طارئة. ومع وجود 2,400,000 لاجئ وملايين النازحين داخليا، أصبحت سوريا تشكل أكبر أزمة نزوح في العالم، ومن المرجح أن يصل إجمالي عدد اللاجئين إلى 3 ملايين مع نهاية هذا العام. لجنة المال والموازنة تنعقد، وديوان المحاسبة يرفض إمكانية الإنفاق من دون قانون.
بهدف الاطلاع من وزير المال علي حسن خليل على واقع الحسابات المالية والمستجدات المتعلقة بها، انعقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، الذي أشار إلى ضرورة وجود قانون تعتمد عليه الدولة في موضوع الصرف. النقاش اللي دار حول إمكانية الإنفاق من خارج دون أن يكون هنالك قانون، يعني اعتماد من دون ما يكون مسنود لقانون، هذا كان إذا بدكم غير يعني متوافق عليه، أو بالأحرى كان يعني مرفوض من قبل وزارة المالية وديوان المحاسبة ويمكن أغلبية النواب يلي كانوا حاضرين. الوزير خليل وعقب خروجه من الاجتماع أكد من جديد أن لا مخرج إلا عبر فتح اعتماد بقانون يحدد آلية الصرف. كل اللي قريته اليوم واللي سمعته ما بيجاوب قانونياً عن الأسئلة، هذه أجوبة إلى علاقة بالسياسة، عم بتفتش عن مخرج لتغطية مخالفة. نحن عم نقول أسهل طريق أنه نروح نقنن بدل ما نشغل أنفسنا بالتفتيش عن مخرج لمخالفة. في المقابل أعلنت هيئة التنسيق النقابية الإضراب الشامل الأربعاء من أجل إقرار السلسلة. الاستمرار بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية، تنفيذ الإضراب العام الشامل في جميع الوزارات والإدارات العامة، وذلك يوم غد الأربعاء الواقع فيه 9 تموز، تنفيذ اعتصام مركزي لمدة 24 ساعة ليل نهار أمام وزارة التربية والتعليم العالي بمشاركة ممثلين عن مجالس الأهل والطلاب. وشددت الهيئة على لاءاتها الثلاث: لا لسلسلة ممسوخة، لا للضرائب على الفقراء، ولا لأخذ الموظفين رهائن بعدم دفع رواتب القطاع العام. ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، الكتائب تعلن دعمها، الاشتراكي يسجل اعتراضه، ووزير التربية يرى صعوبة في إقرار الملف في جلسة مجلس الوزراء المقبلة. متابعة لملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، التقى وزير التربية الياس بوصعب النائب سامي الجميل في بكفية، لكن المعطيات تشير إلى استحالة إقرار الملف في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل على رغم وضعها بنداً أول على جدول الأعمال. أنا معلومات اليوم أنه الحزب الاشتراكي هو عنده اعتراض على ملف الجامعة اللبنانية، ولكن ما بعرف شو هن المطالب لحد هاللحظة. إن شاء الله نتواصل نحن وياهم لنعرف شو هن المطالب اللي معترضين، شو هن الاعتراضات اللي عندهم إياها، لحتى على ضوء الاعتراض نعرف كيف بده يتعالج. أنا بتمنى وعندي صرخة لكل المعنيين والسياسيين بلبنان، إذا فينا نحيد القطاع التربوي تماماً عن كل الخلافات اللي موجودة، بس مش كرمال حدا، كرمال الطلاب اللي ناطرين يفوتوا على جامعاتهم. الجميل من جهته أعلن أن أساس الاعتراض كان مبنياً على عدم اطلاع الكتائب على ملفات التفرغ التي كانت تصل على مدى 3 جلسات إلى مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال. طلبنا من معالي الوزير أنه نقدر نطلع على هالملفات، وهو تعاون معنا بهذا الموضوع. بعد ما تم التأكد والاطلاع على هالملفات، نحن أكيد أعطينا شوية ملاحظات لمعالي، ولكن نحن ما رح نعرق الملف بهذا الحجم بعد ما نكون اطلعنا على تفاصيله. من جهة أخرى، رأى الجميل أن من حق الرأي العام معرفة أنه طرح على جدول مجلس الوزراء في 3 جلسات متتالية بند يعترض عليه حزب الكتائب، وهو إعفاء 8 شركات لبنانية من الغرامات المستحقة عليها للدولة اللبنانية بقيمة 44 مليون دولار أمريكي. بعد تحركهم بالأمس أمام مبنى KVA، اعتصم مياومو كهرباء لبنان اليوم في حرم المؤسسة وأقفلوا صالة الزبائن تضامناً مع موظفي KVA مطالبين بإسقاط شركات مقدمي الخدمات. اليوم نتيجة معلش يعني الدنيا رمضان والشمس حارقة، حبينا أنه نتجمع داخل صالة الزبائن ونفرجيهم أنه وين ما كان بنقدر نضرب. اليوم نحن هون، بس فليعلم أنطوان صافي والمرعبي، اسمه الأول ما بعرفه أحسن ما غلط قدام الإعلام بالاسم، ماهر المرعبي، أن جرسته أمام طنوس تاور قادمة لا محالة، قادمة، جرسته قادمة أمام مبنى طنوس تاور، سوف يشهد مخيمات للمياومين وليس للاجئين، مخيمات. صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير.
افتتح وزير الصحة وائل أبو فاعور غرفة عمليات الطوارئ المخصصة لمواجهة الكوارث والطوارئ التي أنشئت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي للشرق الأوسط في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي. وفي كلمته دعا أبو فاعور إلى إعادة الثقة بالمستشفى. مستشفى رفيق الحريري ستنهض، ستواجه عثرات، تواجه مشاكل، نعمل يوميا على مدار الساعة لأجل نهوض المستشفى. أدعو إلى استعادة الثقة بالمستشفى، أدعو إلى إعادة إعطاء المستشفى مستلزماتها المالية. 20 مليار لا تكفي. ترأس وزير العمل سجعان قصدي اجتماعا لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي خصصا لاستشراف الخطوط العريضة لإصلاح الضمان ووضع استراتيجية عمل تلبي حاجات اللبنانيين حتى لا يبقى أي مواطن من دون ضمان. نكثف التوظيف في الضمان الاجتماعي، لأن الضمان الاجتماعي اليوم ينوء تحت عجز الشغور، فيما مؤسسات أخرى تنوء تحتها عجز تخمة الموظفين والعمال والفائض لديها. عقد اتحادات نقابات المهن الحرة مؤتمرا في نقابة الصحافة أعلن فيه عن تضامنه مع نقابة الصيادلة ورفض قرار وزير التربية في ترخيص 6 كليات صيدلة جديدة. إننا نعيد السؤال لمعالي الوزير، هل يا معالي الوزير مبرر قانونية الملفات 6 لكليات الصيدلة في لبنان وترخيصها أهم من مستقبل الأجيال وصحة المواطن وخراب المدينة؟ زار أمين الهيئة القيادية في المرابطون العميد مصطفى حمدان على رأس وفد الرئيس سليم الحص للإطمئنان إلى صحته، وكانت مناسبة لاستعراض آخر التطورات المحلية والإقليمية. من يريد أن يمول سلسلة الرتب والرواتب اللي حق لفقراء لبنان والموظفين والأساتذة وكل هؤلاء، تقدير الأموال المنهوبة والأموال اللي عم نحكي عنها بالأملاك البحرية والنهرية بتغطي 10,000 سلسلة رتب ورواتب، مش سلسلة واحدة. في عكار وقع حادث سير على طريق عام الدوسي بين سيارة مرسيدس وجرار زراعي، ما أدى إلى إصابة تلميذين من بلدة عين الزيت بجروح ونقلا إلى مستشفى رحال في حلبة. طلب فريق أو فريق الادعاء من المحكمة الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق الزميل إبراهيم الأمين، فالفريق المتمثل بكينيث سكوت قدم مذكرة إلى القاضي نيكولا لتيري بيطالب فيها بتوجيه طلب استدعاء جديد لمثول الزميل الأمين والمحامي المعين من قبل المحكمة أنطوان أبو كسم أمام المحكمة في جلسة استماع جديدة، على أن يحضر الجميع بشكل مباشر في مقر المحكمة في لاهاي، وذلك بهدف توضيح الشكوى المتعلقة بتعاون ومثول الأمين مستقبلا أمام المحكمة أو عدم مثوله. ويختم فريق الادعاء في حال عدم مثول الأمين أمام المحكمة يطلب إصدار مذكرة توقيف بحقه. يذكر أن الأمين طلب المحكمة بتنحي القاضي الناظر في قضية التحقير نيكولا لتيري، وبناء عليه شكل رئيس المحكمة لجنة من 3 قضاة للبت في طلب التنحي، إلا أن اللجنة لم تتخذ قرارها بعد، مما قد يؤجل طلب القاضي لتيري النظر في طلب سكوت الحالي على أن تحسم اللجنة المشكلة إيجابا أو سلبا في طلب التنحي. منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن الناشط وليد أبو الخير. في زمن الربيع العربي قرر السعودي وليد أبو الخير إنشاء منظمة باسم المرصد السعودي لحقوق الإنسان. لم يدعو أبو الخير إلى ثورة بل إلى مجرد إصلاحات في نظام المملكة العربية السعودية. المملكة رفضت الاعتراف بمرصده، كما رفضت إعطائه رخصة ليزاول عمله كمحام، فتحول بالمرصد إلى مواقع التواصل الاجتماعي. حرية بالنسبة لي يعني هي القيمة الأسمى يعني في كل مشواري، في كل مناحي حياتي. الحرية هي اللي سببت أني لا أستمر في كثير من الوظائف. غير أن ربيع العرب لا يحتمل تغريدة مغرد، ولو جاءت في عالم افتراضي فحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة على أبو الخير بالسجن مدة 15 عاما فضلا عن غرامة قدرها 50,000 دولار ومنع سفره 15 عاما أخرى بعد قضائه عقوبته. من التهم الموجهة إليه استدعاء المنظمات الدولية ضد المملكة التي ترتبط بتعاونه مع آليات حقوق الإنسان الدولية، وتحريض الرأي العام على السلطات، وإنشاء جمعية غير مرخص لها.
منظمة العفو الدولية طالبت المملكة بالإفراج عن أبو الخير فورا، مؤكدة أنه عوقب على نشاطه في مجال حقوق الإنسان والدفاع عنها. صفحة أخبار منوعة من العالم في هذا التقرير. لطالما طمحت مريم المنصوري إلى اختراق السحاب منذ صغرها، ظنت أن حلمها لن يتحقق إلى أن أصبحت أول طيار حربي في سلاح الجو الإماراتي وبمرتبة رائد. وتقول الرائد مريم إن المسؤولين يدعمون بشدة طموحاتها، لكنها اعترفت بأن تجربتها الأولى اتسمت بالتردد نفسه الذي تشهده الثقافة الشرقية عند دخول النساء في مجال عمل مخصص للرجال. اليوم هو يوم تاريخي عندي، ولدت من جديد كامرأة مسلمة. هذا ما صرحت به نجمة البلاي بوي السابقة فيليسيا ياب لمتابعيها على فيسبوك، وعددهم أكثر من 800 ألف متتبع، مؤكدة اعتناقها الإسلام وبأنها تصلي في أحد المساجد الكبيرة في كوالالمبور عاصمة ماليزيا. وكتبت نجمة البلاي بوي السابقة ابنة 28 ربيعا التي غيرت اسمها أيضا: أتمنى من الجميع أن يصلوا من أجلي لكي أكون قوية وألتزم مشوار حياتي الجديد. وغيرت ياب دينها بعدما تعلمت الإسلام طوال 7 أشهر وتعرفت إلى الحجاب، وسبق لها والتزمت المسيحية وحاولت تبني عادات بوذية، لكن ذلك لم يترك أثرا في قلبها ولم يشعرها بقربها من الله بحسب قولها. مشهد لا يصدق للفيل الذي بكى. بهذه العبارة وصفت صحيفة ديلي ميل البريطانية بكاء الفيل راجي لحظة تحريره من الأغلال الحديدية التي كابدها 50 عاما، عانى فيها جميع أنواع الظلم والتعذيب على يد مالكه الذي كان يستخدمه لاستجداء السياح في الهند. وذكرت الصحيفة أن جمعية خيرية بريطانية علمت بمعاناة راجي في ولاية أوتار براديش في الهند، فسافرت إلى هناك مستعينة بعشرة أطباء بيطريين وعشرين من حرس الغابات، إضافة إلى 6 رجال شرطة لإنقاذه. وأوضحت الصحيفة أن عملية فك إغلال راجي من الأسر كانت لحظة مؤثرة لكل الموجودين، إذ ذهل الفريق رؤية الدموع تنهمر على وجهه، وكأنه يعبر كالبشر عن قمة سعادته لحظة تذوقه طعم الحرية للمرة الأولى في حياته. تفاصيل الملحمة الكروية بين البرازيل وألمانيا في النشرة الرياضية مع الزميل علي حجازي. شكرا داليا وأهلا بكم. تتجه الأنظار إلى نصف نهائي المونديال بين البرازيل وألمانيا التي تتمتع بالإيجابيات والسلبيات التالية. مانويل نوير حارس مرمى ممتاز يتفوق في القيادة والخروج المتكرر والارتقاء المميز ولعب دور الليبرو. دفاع يعاني مشكلة البطء في التحرك والارتداد والطول الزائد، ظاهران مميزان دفاعا مع ضعف بوتينغ في مهامه الهجومية، ارتكاز ممتاز مع خضيرة وشفانستايجر. توني كروس اللاعب بالرائع الذي يعتبر جوكر لا مثيل له في البرازيل، وأوزيل الذي خيب الأمال ولم يقدم نفسه كشخصية قيادية. خطورة هجومية في ثنائي مولر وغودزي، وقد يلعب أحدهما كمهاجم وهمي. بدلاء ممتازين كشيرلي وبودولسكي وربما كلوزي. أما في الجانب البرازيلي فهناك خوليو سيزار حارس مرمى مخضرم قوي ويفتقد إلى شخصية القيادية، دفاع يعاني من غياب القائد تياغو سيلفا المتألق في القيادة وتغطية العيوب، ظاهران هما الأسوأ في التقدم الزائد بفعالية محدودة مقابل فجوات دفاعية، ارتكاز متفاوت المستوى مع غوستافو القوي بدنيا وباولينيو وفرناندينيو المتذبذبي الأداء. هالك وأوسكار اللذان خيبا الأمال، والأخير لم يتكيف مع تغيير مهامه، انعدام الحلول الفردية والقدرة على سحب لاعبي الخصم بغياب نيمار، افتقاد المهاجم فريد لحاسة التهديف والقيام بأدوار تكتيكية، وافتقاد البدلاء البارزين القادرين على قلب النتيجة. في المحصلة قد انعكس غياب نيمار وسيلفا إيجابا على البديلين وعلى لجوء البرازيل للروح القتالية العالية والأداء الجماعي السريع القادر على إحراج الألمان أمام جمهور معاد. وسيكون على المنشف استيعاب الفورة البرازيلية ثم السعي لإمساك الوسط وتهدئة إيقاع اللعب وخطف هدف وربما أكثر. من لغة التحليل ننتقل إلى لغة التاريخ، نتابع. البرازيل بطلة العالم 5 مرات.
ألمانيا بطلة العالم 3 مرات. أما في لغة الإحصاءات فيمكن الاختصار كما يلي: التقى منتخبا البرازيل وألمانيا مرة واحدة مونديالية، حيث فازت البرازيل بهدفين لرونالدو في نهائي مونديال 2002. التقى المنتخبان 21 مرة، فازت البرازيل 12 مرة، وفازت ألمانيا 4 مرات، وتعادل المنتخبان 5 مرات. سجلت البرازيل 39 هدفا مقابل 24 لألمانيا. في لغة الأسماء وبغياب نيمار وتياغو سيلفا يكون أبرز لاعبي المنتخبين: جوليو سيزار حارس مرمى تورونتو الكندي والبرازيل 34 عاما ورصيده 84 مباراة دولية. مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ وألمانيا 28 عاما ورصيده 50 مباراة دولية. دافيد لويز نجم دفاع البرازيل وباريس سان جيرمان الفرنسي 27 عاما و40 مباراة دولية. فيليب لام قائد بايرن ميونخ وألمانيا 30 عاما و110 مباراة دولية. ختام جولتنا المونديالية، عودة إلى داليا. شكرا للزميل علي. وفي ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. ردا على الغارات، غزة تعادل نار عدوها بصواريخ البنيان المرصوص. المبايعة للقوة المشتركة في عين الحلوة وتعيين خليفة ارتباط مع الدولة. البغدادي يعيد سجن رومي بفك الأسر. نقول والله لقد أسأتم الصنعة مع إخوانكم في أهل في سجن رومي. مقاهي طرابلس ومنهم من صام تحسبا. احنا ملتزمين بقرار البلديه، يعني حتى اغلى من اكثر من قرار دار الفتوى. داعش تعرض ذخيرتها وتصدر مجلتها. الحشيش قتال مقابل التلف. دفاع عن لقمه عيشنا يصير في دم مع الناس مشكله. وفي النشره قمه البرازيل المانيا حرب عالميه اندلعت. كان هذا كل شيء. نشكر لكم حسن المتابعة ونعود ونلتقي بكم عند 11:30، فدمتم بأمان الله.